عايشين على كيفهم. بلشت كعارضة أزياء وكانت ملكة جمال السلام. دخلت عالم التمثيل بالصدفة عن طريق المسرح. دخلت المسلسلات الكوميدية مع الكبير إبراهيم مرعشلي وماجد أفيوني، وبعدها انتقلت للدراما وصارت تنويع بين الدراما والكوميدي. من أهم أعمالها غنوجة بيا، مجنون ليلى، دكتور هالة، وذكرى يلي قامت هي بالكتابة والبطولة. لنتعرف عليها أكثر نستقبل ريتا بارسونا. مساء الخير ريتا، تفضلي. بونسوار. بونسوار ريتا بارسونا، اهلا وسهلا فيك. من الاخر مثل ما كل العالم صارت عارفة حاليا لفترة صار لك عيشة برات لبنان وما عم تجي كثير للبنان، انما هو حبك للتمثيل وهالموهبة اللي عندك اياها، هل دفعك حتى تفتشي على عروضات برات لبنان وخاصة بأمريكا؟ لا مش هلقيت طموحي كبير. لا مش يعني صعب كثير هيك تكون معروف في بلدك وترجع تروح على بلد ثاني تبلش من الزيرو، يعني اكيد لا. بلس انه عندي كثير هلا اهتمامات ثانيه عم تشغلني عن انه اكون متفرغه للتمثيل، سو لا خلينا متفقين بلبنان. مثل الكتابه؟ مثل الكتابه مثلا. ايه طيب شو هالسر؟ يعني اليوم الممثله كلوديا ماشيليون من بعد التمثيل اصبحت كاتبه كمان وعم تكتب معظم المسلسلات الدراميه بلبنان، واليوم حضرتك كمان عم تتجهي لهالمجال. هل اليوم الكتابة أحلى من التمثيل أو كل ممثل بتوصل لفترة بتحس إنه لا أنا لازم أكتب حتى أنا أدي الدور يلي أنا بكتبه؟ لا ما لها علاقة، ما لها علاقة. يعني أنا لما قررت أكتب كنت زهقانة. يعني شيء ما خصه. لا لا يعني كنت بفترة كتير عم بشتغل، وبعد غنوجة بيا كان عندي هيك وقفة تقريبا شيء 6 شهور. بهالست شهور قررت إنه كنت حابة أشوف إذا أنا بعرف أكتب سيناريو. هلا طبعا انا من خبرتي كممثلة بعرف شو التابو، بعرف شو اللي بيمرق مثلا النص على الامن العام، شو الممنوعات، شو ممكن تحكي عنه. كمان انتاجيا بعرف صار عندي الخبره الكافيه من خلال عملي كممثله شو الاشياء اللي انا قادره انفذها. يعني انا ما في اعمل لك مشهد بالطياره واجي اقول له للمنتج والله صورني انا طايره بالطياره. هلا جوزي دائما كان يسالني على فكره، قال لي انتم مسلسلاتكم اللبنانيه انه بشوف واحد قاعد ومثلا وحده عم بترد عليه، قال لي لاقول لك طيب ما مثلا ما بتطيروا، ما بتنزلوا بتغطسوا بتعملوا سكوبا دايفينج. سو بقول له انه في اشياء بالانتاج ما فينا كثير ناخذ راحتنا اذا بدك ككتاب انه نكتبها، لانه بنعرف انه اليوم اللوكيشن كثير عم نلاقي صعوبه انه نامنه بمطارح، كمان التكلفه اوقات عم تكون كثير عاليه مقابل الحلقه قد ايه عم تنشرها اذا بدك من المحطات المحليه. سو انه كله هول بدنا ناخذهم بعين الاعتبار. بس انا عندي سؤال لك، بعرف براعتي كمان بادوارك الدراميه، بس انا كثير بحبك بالدور الكوميك وخاصه بشو عملتي بغنوجة بيا. ليه ما بقى عم نشوف مسلسلات كوميك مهضومه هيك شوي كله دراما خفيفة. وبكي و بحبك وبحبك وفي عرفت كي وعرفت بيصير بدنا ادوار عنا. لا بدنا مين يحبها؟ لا 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 حدا في حدا يحبها ويضحكها. لا لا انا ماشي على الحب، انا ماشي بس بطريقه مهضومه شوي، عم نفقد شوي للمسلسلات الكوميدية. ليك هي في صعوبه كثير كبيره انك تكتبي النص، ايه النص الكوميدي عن جد. يعني كثير هين انك تبكي لانه مشاكلك مشاكلي، مشاكل كل الناس يمكن تشبه بعضها، بس واللي ببكيكي ببكيني، فكتير انه بينما الكوميدي انت اللي بضحكك ما بضحكني انا، ما بضحكوا لبيير، ما بضحك. يعني الكوميدي كتير صعب، والكوميدي اذا ما بده يكون معمول بطريقه ما يكون بس نجحته نجحته بخبره غنوجة بيا. بدنا نشوف نص لمنى طايع يمكن جديد. لا ما عادت لا لا انا بشجع يعني، بس للصراحه النصوص الكوميديه اللي عم بتكون موجوده حاليا منا كتير قويه بعد، يعني بعد بدها ما بعرف، يعني بعد بدها شغل. معقول نشوفك بمسلسل؟ عم تكتبي مسلسل كوميدي؟ بمسلسلاتي انا في نفحه الكوميدي لانه انا شوي هيك بطبيعتي مرحه، يعني ما بحب الجديه.
بس بدا دراسه شغله كثير صعبه الكوميدي مش هينه عشان هيك كثير قليل الاعمال الكوميديه الحلوه. رشد بحصلي بفهم منك انك ساكنه بامريكا وقال لك جوزك انتو اللبنانيه يعني منك متزوجه مع لبناني. امريكاني بفهم امريكي زوج. نعم. طب بحكي انا بلسان الشباب اللبنانيه، بنات لبنانيه حلوين، شو بشكوا الشباب اللبنانيين حلوين كثير كمان اكيد احلى شباب ما بيعجبوكي؟ جيب لي هلا شاب لبناني عنده باسبور. لا هلا انه بس يصيروا مثلا حدا بكثير بدومين الفن بلبنان اجمالا بيتجوزوا اجانب اكانوا صبيان او بنات بالقلب يعني ما بتفهم. لا لا ما لها علاقه لك هذا نصيب. نرجع لخبريه ستي يعني انه البنت ما بتعرف وين نصيبها. لصراحة كان انه بالصدفة ثاقبت يعني تعرفت على زوجي كان هو بلبنان كان عمله بلبنان وهو امريكي يعني بالوقت الاكيد الشاب اللبناني من اجمل الشباب وحتى بالثقافة زقفولها يا شباب اهم شيء بالنخوة. نعم فهولي كلهم اكيد يعني بس هيدا حظ هو بنفس الدومين. وقت تعرفت عليه طلعتي ما له علاقه. وقت تعرفت عليه شفتي فيه هوليوود ولا شفتي فيه الباسبور الامريكاني؟ ريحتي ما بيطلع عليك كل شيء. لا انا عميد بطلت شوف شيء لما شفته. كريسا حجر ريتا منعرف انه مبلشة من كتير زمان تمثيل وبعدك صبية بس عطيتي كتير التمثيل والدراما اللبنانية بتحسي انه ردت لك قد ما عطيتيها؟ معك حق انا بلشت كتير صغيرة بالتمثيل وبعتبر انه قدمت كتير اعمال متنوعة ولعبت اشياء كتير حلوة بس انه الانسان دايما بيحلم دايما في اشياء بحب اعملها بعد ما عملتها طموح ما بيوقف فأكيد في أشياء بعد كتير بفكر من الآخر اليوم جيتي يعني بعد في من الآخر بعد في كتير يعني في كتير أشياء بحب أعملها بعد أدوار مثلاً تاريخية كتير بحب جسد مثلاً قصة جون داك بطلي وهيك بتمنى انه نوصل ليوم يكون في انتاج كثير ضخم. بتحسي انه ماديا خاصه التمثيل ردلك قد ما عطيتي؟ شوفي هلا بلبنان ما عندنا هالاسعار اللي يعني الواحد انه لا اكيد ما فينا نقارن حالنا مثل المطربين او المطربات يعني ولا مسيو مروان حداد عطانا غير معلومات غير معلومات ما بعرف عم بوزعوا هلا. لا شوف ما انا عم برجع بقول لك انه نحن من 5 سنين ولهلا كثير محسن الاسعار بلبنان يعني كثير بس ما بدك تنسي انه نحن بلد كمان صغير يعني قد ايه عم بتسوقي ف يعني نحن مش عندنا توزيع كبير لنقدر ناخذ مثل اسعار مصر او اسعار اكيد هوليوود يعني اكيد لا بس انه قلت لكم ضربه عينه على هوليوود. لا لا ف لا يعني انا بعتبر انه الممثل بلبنان اليوم عايش بكرامته عايش مرتاح مش راح يكون غني وفوق الريح بس انه عايش كثير مرتاح عم بيكون جريت. كريسا حجر من الاخر موفقه تنشوف اشغال جديده لك. ثانك يو. راشد بحصلي متابعك دائما. هيدا دبيلي برافو. ثانك يو حبيبي. نيلا لحود شوفك بعد مره مع بيتر سمعان بقول له هاي كمان. جاش حرم اكثر ممثله شايفها بالمسلسلات التلفزيونيه مع من جيلها يعني ومع انه وبعدها صغيره دونك ان شاء الله بعد ومروا لك عادي ريتا انت بتعقدي على التي في وكمان على الطبيعه كمان. ثانك يو. مبلشين تمام الحلقه هيك للكل. لا انا رح اسالك سؤال هلا حاليا عايشه بتونس؟ حاليا ايه بتونس بتتابع من الاخر بتونس؟ ايه الوحيد مسليني اذا بدك كثير عم تابعه لكن رح اعمل لك هيك. ريتا برسونا شكرا كثير لوجودك معنا ليلي وشكرا كثير لانك من الممثلات اللي وقتها غادروا البلد ضلوا معلقين بلبنان وضلوا عم بيفكروا بلبنان وضلوا عم بيجربوا يعملوا اعمال للبنان حتى لو كانوا جسديا بعاد شوي وهالشيء مبين اليوم بكل المسلسلات اللي عم بتقومي فيها ان كان بالكتابه او ان كان وقت تزمت على لبنان وتمثلي وتقومي بتمثيل الادوار. نحن مبسوطين كثير لوجودك معنا ليلي ريتا برسونا بنتمنى لك فعلا النجاح الدائم. ريتا برسونا شكرا كثير لوجودك معنا ليلي. ثانك يو.